أولادي كنت نحبها وتحبني، كنت عرفتها بالبراوات بالأقل من ومن بعد كي خلاص كتب المكتوب اديتها لداري تزوجنا هذه وانا متزوجين للساعة هذه. وعلاش كي تكون تهضر عليها وتهضر على الدراري تبدا تبكي؟ ما حساسة بزاف ما نقدرش نهضرها. ما نقدرش نهضرها يوسف ما نقدرش. من المستحيل نهضر شغل نهضرها نجرح بزاف. انا ما غاضني صحتي هذه ولا هذه. غاضني كي ما عنديش دراري برك. المهم يوسف واش غنقول لك انا؟ فهمتني؟ ما نجمش نخرجها كلمة ما عنديش دراري. شغل جيني واعر بزاف. بصح ماشي لازم تقولها لانه هذا انت ماكش تجيب الدراري بسبب الضربه اللي عندك يعني. ايه بسبب الاكسيدون هذه. بصح عادي انك تحكي، شوف عادي انك تحكي على الموضوع بمشاعر اب لانه انت عندك شو لك حاب تولي اب، حاب ترفد وليدك في يدك، حاب تحقق لمرتك حلم الامومه ثاني يعني اكون في زوج. انا شو الحصه هذه بوصلت لها؟ انا عباب جيت الله جيت الله انا عندي حب انا اثنين يا يوسف. واحد ما على باله لا في دارنا لا وما كانش اللي على مرتي ما على بالهاش. عندي هنا قلت لك عليها الحبه هذه هي اللي دارت لي كوراج باه نوصل له. من جانب اساس المراه برك خفت انا عود تغمض عيني المراه هذه ما ندير لها والو ولا عندي حتى حاجه والو الابره ما عنديش هاك معايا. وشغل ما بغيتش نسمح في المراه هذه انا خاطر المراه هذه وقفت معايا ولقيتها لقيتها بزاف في صوالح لقيتها بزاف. وشغل كي عرفت بلي مني انا بلي من دراري ما من الجانب تاعي قالت لي محمد انا ما نروحش نكمل حياتي معاك. وانا بديت نجري باش ندير كاش نتيجه باش ما نخليش المراه هذيك وحدها ولا هذا ما كان. انا بغيت انا راني باغي نجيب زوج من سبيطار ربي ولا يدوني تونس يدوني. هذه هي. فهمني يوسف. على الاقل تضمن مستقبل لمرتك يعني لانه انت حاليا ما تقدرش تخدم حتى خدمه. هذه هي ما تخدمش هي ما تخدمش. انا ما نخدمش نخدم ما نخدمش كاع انا ما انا نخدم نكلاطين هذو كاع مخيطين اللي خلو. فهمتني يوسف؟ طيب.